بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم البنات معي اليوم إن شاء الله. ماسك يبيض ويوحد اللون، كذلك يشد البشرة ويغلق المسامات الواسعة ويقضي على الدهون الزائدة المتسببة في الحبوب. إذا هذا الماسك راه سهل جدا للبشرة الدهنية فقط الغير حساسة أو للبشرة المختلطة، وبإمكانكم تعوضوا الفريز بالطماطم. إذا نحن نحتاج إلى حبة فريز تكون طايبة شوية، صافي دير به يعني ما نتعبوش في فرمها، وراح نحتاج ياقورت ناتور. إذا أنا ديما حبة الياقورت نقسمها ونخدم بها لي ماسك. كما قلت لكم طماطم بديل. إذا حبيباتي جبنا حبة الفريز وراح نفرموها فقط بالفرشيطة هكا راهي هاربة، تعالي إلى هنا. إذا راح نقسموه على اثنين باش تجينا سهلة، باسكو راني نصور بيد ونخدم بيد. هذا الماسك راح يبيض وينظف البشرة ويغنيكي طبعا على الماسكات الغالية اللي تتباع، وكذلك بإمكانكم إن كنتم مستعجلين فقط بنصف حبة تاع فريز طايبة تمسحوا الوجه كامل باه يغلقت ليكم المسامات، تخلوه 5 دقائق وتغسلوا. كي تحطوا المكياج كأنكم حطيتوا برايمر، وفيها فيتامين سي مبيض مناعم مرطب ويقضي على الحبوب. والآن هاني حنضيف ليها ملعقة صغيرة جدا من ياقورت ناتور. دائما احتفظوا بالياقورت ناتور في الثلاجة باه تستعملوه لي ماسك تاعكم اليومية. هذا الماسك اسبوعي، حطوه حتى ينشف وراح يخلصكم ويبيض ويخلي البشرة رائعة جدا. شكرا لكم والى اللقاء.